السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تامة باقية إلى يوم المزيد. أما بعد، ودي إيمان وندم أهتوشي سيمي هنو أصول ستة للافتقار إلى الله في الشدة. بشكر جزيك الله سبحانه وتعالى فلاقي مهناتشن يميا ملكتو ويم كالله فلاقي ننا بشكر بدلوتم جزي طبعا عند سدست مسألة وشن بزي زوريا من ملكتي هنا بالله سبحانه وتعالى فقاد. عندما يتوقع نيا يسوي لجوج أما نيوتوي ولا تشرم كالله في الله يوتشن بيتين يوم أقاد أبينا بيتين يوم هنيتا كالله ما يفلق ما أنم يلم. اللهم عز وجل لكو بتكبرك علون ليه بلوال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن أنت يسول جوج هويلا إن أنت كالله فلاقي وشنا تشو الله دمو كهلم نقر يتبقى كعام مسقون قيتانا وانا كفلق إن أنت نيات أفانا ليلا عديس زبوتشن ما امطاتي ميتشل جيتان جل في علا بتلاقي كالله يالن فلاقينت يمي برتاو نايم يتنكرو في حال الشده والحاجه بتام بمنتشجر غزي يوري غداي سياس فلقن بزا ساعات كالله سبحانه وتعالى اجك فلاقيوچنا. فان الناس اذا مسوا بضراء وشده اضطروا الى الله سبحانه وتعالى اضطرارا عظيما. سو تشجر سيكبوا يتشجر ادغا سيغارطبت يسو لج باتك علي كالله بتام فلاغي نمي هونو حيالو سنونا كلن ما دراغي تشاي سنونا جل في علا يهف اسفلاغي نتاچن كالله فلاغي نتاچن يتنكرم يمطاباچو مسرتوچ አሉ كالله እንድንፈልግ كالله እኛ ተቸግረን እሱ ሀብታም ነውና እሱ እንዲደርሰልን እንዲረዳን መማጸንና ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት ማሳመር ነው። እነዚህ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ስናይ አንደኛ الايمان بقدر الله سبحانه وتعالى يا الله ወሳኔ አምኖ መቀበል የግድ ነው። ይሄ መጀመሪያው እርምጃ ነው። قال الله تعالى الله من إلال في كتابه العزيز وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله اللي نقر فترة ما وسن نم وسن إلا هو اللي نقر وسن عال مموتاتنا منوراتنا عندما يتوقع وبناتاتنا مهزان وسط ملائكة الكون دي تصافنا دي مزقب يادر قال الله سبحانه وتعالى يهن بمسار تاوينت بمجمرة الرجاء ما من النامك قبل يقدنه. إنك الله فلاقينا نتنل عندنا بقدر ما من اللبن. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر يندن النقر بوساني فترة نوال بلكت بوساني قد باسك أمطو فترة سلزي مجمره አቋማችን ምን ነው ያለብን ያለበት እንዲህና መሰል ፍትናዎች ሲመጡ በሰላምን ባደጋም ጊዜ በተለይ ባደጋ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወሰነውን አምነን መቀበል የግድ ነው። እንደምታውቁት ከኢማን መሰረቶች አንዱ ምንድነው ወአን ቱእሚነ ቢልቀደር ኸይሪሂ ወሸርሪሂ ያላህን ወሳኔ ማመን ነው። ለኛ መጥፎም ሆኖ ይታየን ጥሩም ሆኖ ይታየን ይሄን ማመን የግድ ነው። ከዛስ ይሄ የሚያስከትለው ነገር ወቁ በትዕግስት እንድንቀበል ያደርገናል የትኛው ነው ሙሳኒ ምክንያቱም በእኛ ችሎታ አይደለም በእኛ አቅም አይደለም
በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ውሳኔ የሚፈጸሙ ነገሮች የእኛ አቅም አይደሉም። ስለዚህ መማፀን ያለብን እንዲደርሰን ማድረግ ያለብን እንዲደርስልን ማድረግ ያለብን አላህ ነው። መጀመሪያ የሚመጣው ነገር ሁሉ ከአላህ መሆኑን ማመን ይሄ አንድ እርምጃ ነው። ተማምነን እንድንኖር ተረጋግተን እንድንኖር ወሰን ያለፈ ጭንቀት ውስጥ እንዳንገባ ያደርገናል። ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن يمؤمن نغر سراو نغر كل مننته بتام يميغرمنا يميدنقناول ان خير ان امره كله له خير يسو كل منه لسو ملكامنا ولي الله ملكتني عليه الصلاه والسلام وليس ذلك لأ ለማንም አይሆንም ማለት አላህ መልካም ነው ስለዚህ ሁሉም ነው خير የሚሆንለት ትክክለኛ አማኝ ለሆነ ሰው ብቻ ነው አሉ። እንዴት ነው ይሄን ሲያብራሩ ምን አሉ? ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له መልካም ነገር ሲገጥመው የሚያስደስት ነገር አላህን ያመሰግናል خير ይሆንለት አንይ ጨምርለታል ማለት وان اصابته ضراء አደጋና ችግር ከገጠመው ደግሞ በምን ይወጣዋል? ሰበር በትግስት ይወጣዋል። فكان خيرا له خير يهنلتان በትግስት ሲወጣ የታጋሾችን አጅር ያገኛል። انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ትግስተኞች ምንዳቸውን ካለ ሒሳብ ነው መጠኑ ይህ ነው ሳይባል በርካታ አጅር እንደሚያገኙ الله سبحانه وتعالى ይነግረናል። ይህን خير ያገኛል አለ። ስለዚህ ያንዳንዳችን በህይወታችን ውስጥ በሚገጥመን ገጠመኞች ልባችንን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala قدر መገንባት ማነጽ ያስፈልጋል። ነገሮች ሁሉ የሱ ነው፣ ፍርድ ሁሉ የሱ መሆኑን ማመን የግድ ነው። እሱ ያሻው ይሆናል ያላሻው ይሆናል። ይሄ መሰረታዊ እምነት ውስጣችን ካለ በህይወታችን ውስጥ ለሚገጥመን ማንኛውም ነገር አቀባባላችን ያማረና ልክ ያለው ይሆናል። سنደሰት በልክ ነው سنكفان بلك اندي هون هنا سنتنقن بلك سندستن بلك اندي هون يا رجنا والله الايمان بالقدر لبوست يالو تصنوق الله ندلنا هيوت وست يالو تصنوق الله ندلنا لذي نو يا الله ملكتنيا نبي عليه الصلاه والسلام ان سو ملكم ይጓጓለትን ነገር ማድረግ መተግበር እንዳለበት ከተናገሩ በኋላ ምንድነው ያለት? ያን ሁሉ ጥረት አድርጎ ሳይሳካለት ቢቀር ምን ይበላሉ? ولا فلا يقول لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا اندي بيሆን ነው እንዲ ባልሆነ ነበር እንዳይላሉ ያላህ መልእክተኛ እንዲ ካለ ሸይጣንን በራሱ ላይ አነሳስቶ ነፍስየውንም አነሳስቶ ለአደጋ ራሱን ያጋለጣል ያጋረጣል ለአደጋ የተጋረጠ ይሆናል። ነገር ግን ምን ይበላሉ? فليقل قدر الله وما شاء فعل او قدر الله وما شاء فعل الله وسنا ياشاونም አደረገ ወይም ያ الله ውሳኔ ነው እሱም ያሻው ሆነ خلاص እኔ አቅሜን አድርጋለሁ። ነገር ግን خلاص الله ከትቦታል አንጣላም ኢማናችንን አናጣ ጤንነታችንን አናጣ አይምሮአችንን አናጣ። ሁለተኛው መሰረት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ያለን ተወኩል የተሟላ መሆን አለበት። ከሱ ፈላጊ ነንና የሚያስፈልገን ሌላ መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ከማሉ ተወኩል على الله عز وجل በአላህ ላይ ያለን መመካት ጠንካራ መሆን አለበት። እውነተኛ መመካት ነገሮችንም ወደሱ የማስጠጋት በቃታችን ጠንካራ መሆን አለበት። ይሄን በተመለከተ አላህ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ወመን يتوكل على الله فهو حسبه بالله لا يتمكى الله بقيو ነው ይላል። አላህ የበቃው ማንም ሊያርገው ይችላል። አላህ የደረሰለት ማንም ሊያሸንፈው ሊራታው ምንም ሊያርገው አይችልም። አላህ እንዲበቃን በሱ ላይ ወነተኛ መመካት መቻል አለብን። وقال تعالى اللهم اندي ይላል መመካትን በተመለከተ قل ليصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون عندي بليل الى الله للنبي عليه الصلاه والسلام انيانم بتكلم يملكتها
قل بل لا يصيبنا فصم ما يغنينم الا ما كتب الله لنا الله يوسن لن يفرد لن قالوا نا بستقر الله يوسنوا هنا يغنينا قال وسنوا من ما يغنينا وعلى الله هو مولانا السو جيتاچن نو رداتاچن دغافياچن نو وعلى الله فليتوكل المؤمنون امانيوچ بالله بቻنا بቻ لا يمكو الى لا على غيره جل في علا سلازي ايماناچن توكلاچن كقدر قتلو بالله لا يعلم من مكات انكارمون البت السو قالو يهونال قال لا يهون لذين النبي عليه الصلاه والسلام بحديثاتهم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يا الله ملكتنيا منالو تنكارا واماني بغلبته باوقته بايمانه بالنزي كله تنكارا هنا اماني خير يبلطنا واحب الى الله الله زند يبلط يتوددنا يبلط امرتنا كمان يبلط من المؤمن الضعيف بإيمانه بأكاله بأوقته دكما كهونو أماني لك بهلو من أقروت أنكار رأي هونو أماني بتلي بتقوى بتلي بإيمانه بتلي بألو يعبادة أنكارين أوقت برتات أنكار رأي هون الله زند يبلت توداجنا بألاجنا وليو الله ملكتني عليه الصلاة والسلام يهون النو في كل خير يبلالت انجي هلم قال خير الله دكامهم ايمان مؤمن دكامهم امان مسلم بايمانه مؤمن اسكونه غزي درس ايمان اسكالو غزي درس مسلم اسكونه غزي درس ونتهي امان اسكونه درس دكامه بيهونم خير الله سلازي ماننياوم بجتاوچ قالو بالتاوچ انيان يازناغونا يكبا انزينا مسل فيروسوچ لمثالي كورونا نالي رت فيروسوچ دي هاغرنا يلاكاو انديلو بزوم يورا ما يورا نغير يلم ግንኛ ለዛ መሸበር የለብንም ነው አንደኛ በአላህ ወሳኔ ማመን አለብን ሁለተኛ በሱ ላይ በጠነካራ መልኩ መመካት መቻል አለብን ሶስተኛ የሚያስፈልገን اصل الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والتوبه اليه ولا الله من ملسنا መጸጸት ተውበት ያስፈልጋል ጸጸት ያስፈልጋል እነዚህ ሁሉ ከአላህ ፈላጊነታችንን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው አላህ ምን እንደሚል ታቀላችሁ ውድ ወንድም እህቶቼ ምን እንዳለ አላህ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد طفات ادغا تشجر فتنا نزي كله فساد ناج بسوت هني هيوت لاي بيبسم ببهرم عالم بميتطوت بميلبسوت بطين نتاچو بهيلاچو بهول مناچو فساد بلشنت ادغاچ غروش تنشرا تنسرافو الى الله تسراج بمكنيات بما كسبت ايدي الناس سوت بجزاجاچو بسروت سرا كذا لمن دنا من الله ليذيقهم بعض الذي عملوا يهولم سايحون كسروت وانجل يتوسنون واقال يكفلاتشو ليكتاتشو فلقوا بتوسنوا فسادو يتفابت بسو طفاتنا فسادو ميسفافابت ليلة ومكنيان فسادو ميسراتشو انا ميسفافاو بسو بقزاجاتشو سووش بسرو السران مسفافاتو راسو ليلة مكتاتشانو لعلهم يرجعون يملسوا زند يميلون ابن عباس من قال لعلهم يتوبون اندي تصصتوا قالوا بتفات قالوا بتمطفو بحريات تملسوا تككلنيا ملكان باريا عندي هون بل لا لعلهم يرجعون اي عن المعاصي كون جند يتعقبوا الى سلازي توبت يجد اسفلاقي نو ود الله من منس استغفر كون اتوب اليك الله وانجلاتنا مارن وانجلاتنا اتقطان ايا لم ما صن يسفل فساد ميمطاو كونجلاتن يتوسنوا لاي بيتشا نو لتوسن ونجلاتن مقطعاچا اندي هون كذا اندنملس تفلغون بهول ونجلاتن بيزنما
ماني قران ماني ترفع بالعياذ بالله. وقال تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. كانت بفيت لا تشاء الله لما نكتني عليه الصلاه والسلام بركات تام نكتني وتشلكنا بشجرم بدستام يزناتش والله ودا الله يصصتونا يماصنو زند لمهونو يلال من هالبت شجراتن بيمطا بميمطاباتشو غزي ادغا سيمطاباتشو تضرع بيادرغو اللهم بيماصنو لله بيتنانسو لغيرغن انكون ليتنانسو انكون الله اللي يماصن يقرنا ولكن قست قلوبهم نغيرغن لباتشو درقاله وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يسروت ينبرانهم سرا شيطان اجيت اباتشو اسمرلاتشو انكون ليملسو ليلى ما استبابا يفلقالو تشغرو تفطرو ودا الله مملس قرتو مفتيه زين بلو يفلنلك تلقو مفتيه الله زين بلو بمجمرى درجه متى من فلقو ادلم يا اكل بيتاممكو متقعد فلقو ادلم يميتقا نجركن الله من يلينال بلن ورسو مملس الناسون عندن ما صنم يفلقو جل في علا كذا من فلما نسوا ما ذكروا به يمطالاتهم واستاوشا برسونا شلا بالو كسي فتحنا عليهم ابواب كل شيء يهل النجر بر دلوت متوت هلو بر كفتنا لاتش على رزقنا منن ما اسفافان حتى اذا فرحوا بما اوتوا بتسطت نجر دستنيوچ هنا وتنفلاسوا لك الفوا بدستاتهم وسن الف الله كما مسكن لك ودما مس يشاغروا السن سيرسوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون بدنغت يازناتشو قطاتاتنن امطان بورشين ليهون يخلال بتلاي وانجلوچ ليهون يخلال بتلاي ادغاوچ ليهون يخلال بغور بريت منقطقط سنتن يسمان نبر بفلغا ورشين ياتقا بتنشوان فيروس فاذا هم مبلسون انسو يزان غزي تسفا يقرط يهونالو على الله. فإذا أظهر الله سبحانه وتعالى للخلق من مظاهر قوته تعالى الله هيا لنتون يمياسا يقصوا تشلفت وران سياساي اندي من لسو ميادر قنقر سيامتا وداون ورتوبت مهيد يا الله بلن لسو موادك مساقد اندال لبنا مياس رجان انبي كالو قننا لباتشو كدرك شيطانم كاسا من الله تشو ليلة مكنيات سبب يفلقوا بيرواراتو ما يساكم قطعتهم يبرت عندهم هون ياساينا اراتنياو مسرت كزي قاعد تعايزو متواس منفلقو سبب ما هذه قدنا ينبغي للعبد ان ياخذ بالاسباب اسباب ما يزلب مكنيات الله عز وجل من الهلال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بجزا جاجاتو راساتون ود ادغا لا تطالو لطفات اتدارغو الى الله سبحانه وتعالى سبب متنكك اندالب متكم اندالب ياسايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح بشتني هنا سو تينني هنا سو شكا متو اندا يقلقل انزي بشتاوش بتلي اندم يتلالفون يتواقوا طبعا بشتا متلالف براسو غزي ايتلالفن كلياتهم النبي عليه الصلاه والسلام لا عدوى بلوا بشتا ايتلالفن بلوا وين براسو غزي يميل العلماء وفسروا نزين عندنا صحابي تنسلنا يا رسول الله جمل تينيا جملوش يالو عند بشتينيا جمل محلاتشو تغبانا تابلاشاتشو عليك بلو سيلاتشو يمجمرون ياغاببات ياستلالفبات ماننو قلت الله نعمت تابت يهنياونم الله بالله وساني سيون يتلالف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الى حديث من قال اللهم لكتنيا فر من المجدون فرارك من الاسد يقومت انها بشتها متلالف يبشتها ينتنا وانا كسو ستشش لك انبسان لمستششو شيش الالو يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام. بل الى حديثهم
አንድ ቦታ ወባ የሆነ ወረርሽኝ አለ ከተባለ በሽታ አለ ከተባለ እዛ እንዳትገቡ ከዛ አገርም እንዳትወጡ ይላሉና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስባብን በአግባቡ መያዝ በቂ ወሰንሰናል ሸክ ሳንገባ ጥርጣሬ ፍርሃት አጉል ስጋት አንዳንዴ ፍርሃትና ስጋት ይገላል ሰው አንዳንዱ እንደዚህ ነው የሆነ ሰው ይባላል የንብ ቀፎ አለ ቤት ውስጥ እና እዛ ላይ ወጥቶ ማር ነበርና ማሩን ሊያወጣ ሲፈልግ ከስር የሚቀበል ሰው አለና እባብ እየነደፈው ያያየር ከስር ያለው ሰው ይሄኛው ማሩን ያነሳል አረ ንቦቹ ነደፉኝ ይያለ ዝም ብሎ ያወርዳል ቁጭ ብለው ማሩን ተጠቀሙ ከስንት ጊዜ በኋላ ከሳምንት ወይም ከሁለት ሳምንት ወይም ከጊዜ በኋላ ቁጭ ብለው ያወሩ ምን አለ ይባላል ይሄ ሰው ይሄ ንብ የነደፈኝ ብላም ሲሆን ንብ እኮ አይደለም እባብ ነው የነደፈው ወዲያውኑ ሰውነቱ ተነፋፋ በድንጋጤ ሞተ እዩ يعني ሳይኮሎጂ የሚያድረው ተጽኖ ከባድ ነው ቀላል ነገር አይደለም ሐሳብ ሀም ገም ጭንቀት ራሱ ሰውን ይገላል ማንነቱን ያሳጣል ለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ እንዲጠብቃቸው ከተማጸኑት አንዱ ከሐምን اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم ሀም ትካዜ አጉል ሐሳብ ጭንቀት ሰውን ራሱ ይገላል አስቸጋሪ ነው እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ከዚህ እንዲጠብቃቸው ይማጸኑ ነበር አጉል ጭንቀት ውስጥ መግባት የለብንም አግባብ ማረግ ያለብን ነገር ማረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን አምስተኛ ينبغي ان يجتهد الانسان في اخذ مصادر المعلومات التي تهمه من الجهات المختصه وان يحذر من الاشاعات ليلو تنقاقي ማረግ ያለብን ነገር አለ እሱ ምንድነው ማንኛውም ሰው የሆነ ጉዳይ ካለ ከሚመለከተው አካል ቀጥታ ኢንፎርሜሽን መውሰድ መቻል አለበት ምንነዙ ወሬዎች የማይመለከታቸው ሰዎች የሚያራግቡትና የሚያናፈሱትን ነገር መተው የግድ ነው። ችግር ውስጥ እንዳንገባ የጤና ባለሙያዎችን ነገሩን የማያጋኑ በአግባቡ የሚያስቀምጡ ወነታውን የሚያሰራጩ አካሎችን ከሚመለከተው አካል ጋር ከሚመለከተው አካል የሚመነጩ ወይም የሚመጡ መልእክቶችን ማያዝ የግድ ነው ይኖርብናል ያልሆነ ስተትና ችግር ውስጥ እንዳንገባ ስድስተኛው ማስተዋወሻ اصل من انه ينبغي ان يجتهد العبد في دعاء الله سبحانه وتعالى بدعاء لا مبرتات متنكر ياسفلغان كلياتهم دعاء عباده انا ونا النبي عليه الصلاه والسلام اندالن ايه دعاء هلتينتنا عندنيو دعاء عام منه حتى قال اي هنا دعاء نو يدعو الانسان برفع البلاء او دفعه الله بلاون اندي انسا ويم ديكلاكل دعاء ما درغنو عنده لمثال اللهم احمينا من هذا البلاء الله كزي بلاء طبقن يهن بلاء انسالن يهن بشتا انسالن ارقلن بلوم ما انسن عند نغر امام البخاري في صحيحه باب الدعاء برفع الوباء والوجع يمي الرئيس اسقمته وبانا هم من الله اندي انسا دعاء ما درغن بتملكته امام النسائي وباك عند بوتان ليلا بوتان ديشاغاغرم دعاء ما درغن بتملكته نبي عليه الصلاه والسلام يا مدينه كجبوا بحالا وبا يزواچو نبرنا صحاباوچ منالو يا الله يهن انسالن قالوا بحالا بشتاونم ودا جحفا اشاغاغرلن بلا دعاء ادرغو بزايلت ملكو تشاغاغرو سلازي الله سبحانه وتعالى وباء لهنتهم بشتا ችግር እንዲያነሳልን እንማጸነው ይገባል ማለት ነው አንስቶ ወደ ሌላ ሀገርም እንዲያረጋው ሁለተኛው ለየት ያለ የዱዓ አይነት ነው نوع خاص من الاوله يتعلق بالاستعاذه والحمايه من هذه العلل والامراض ለየት ያለ ዱዓዎች ደግሞ ይኖራሉ ከነዚህ በሽታዎች አላህ እንዲጠብቀን እንዲከላከልልን እንዳያመጣብን እንማጸንበት ነው ይሄ ሶስት አይነት ነው አንደኛው قران سور سوره الفلق الناس سوره الناس مقرات عندنا كلمات النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عقبه بن عامر اخرج ابو داود ان نسائي بزغبوت واللفظ لابي داود من لالو فما تعوذ متعوذ بمثلهما سوره الفلق الناس سوره الناس بتملكته منالو
ولا اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس مالتنا ማንኛውም ሰው ከነሱ በነሱ አይነት ተጠባቂ አልተጠበቀም የሚጠበቁ ሰዎች የተለያየ መጠበቂያዎች አሉ አይደል ከመጠበቂያዎች ሁሉ በጣም የላቀና ማንንም ሰው ከመጠበቅባቸው መጠበቂያዎች ሁሉ እነሱን የሚመስልና የሚያክል የለም ብለዋል ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ አንድ ሰው ከስጋት ከያዘው ሆነ ነገር ላይ እነዚህን ሁለት ሱራዎች መቅራት የተወደደ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከዚህ ናመሰል ፍትናዎች እንዲጠብቀው መማጸኛ ነው ሁለተኛው ዱዓ አይነት በነጠላ በሽታ ስም ተጠቅሶ የሚደረገው የዱዓ አይነቶች ናቸው ابو داود ان له لهم يزغبوت ابن حبان صحيح قالوا حديثا لنبياتنا عليه الصلاه والسلام منالو اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام كيتاي هوي كلمت بشتا كابدت كقمطنانا مدفو كميبالو بشتاوت كله طبقني بانت اسم اتطبقالو يقولوا نبي الرسول عليه الصلاه والسلام ስለዚህም እዛ ውስጥ የሚካተት የዱዓ አይነት ነው ሌላው ጧትና ማታ የሚደረግ የዚክር አይነት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንኛውም ቀን ማንኛውም ግለሰብ ማንኛውም ባሪ አጧት የሚሆን ማታ በቀን 3 ጊዜ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ያለ ምንም ነገር አይጎዳውም አይደርስበትም ብለው አረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ابو داود زغبا لا من يلالو لم تصبه فجأة بلاء اسدنغاج فتنة ايغطمهم مالو اسدنغاج بلاء ايدرسبت مالو يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام نا نبياتنا صلى الله عليه وسلم طاعتنا ما تا يهن دعاء يا درغي يهن يغطمهم بلاء لنا اساتهم يا درغوت سلانبره يهن دعاء بتام اسفلاغينا وساني نو انزي 6 مسرتاوي اساسابي ማሳሰቢያዎችና ነጥቦች ናቸው ማስተዋወሻዎች ናቸው ከአላህ ፈላጊዎች መሆናችንን የሚያሳዩ የሚያስረዱ ነገሮች ናቸው እና አላህ እንዲደርስልን ማጸናዋለን ይሄን በላ ከዓለም ሁሉ በተለይም ከሙስሊሞችን እንዲያነሳልን ከሀገራችንም አገራችንም እንዲጠብቅልን ሌሎችንም የሙስሊም ሀገሮች አላህ እንዲጠብቃቸው እንማጸናለን ቆመንም ተቀምጠንም ተኝተንም አላህ ይጠብቀን በላውንም ያንሳልን رحمة يفسسل السو ودسو يوسداتشو عمانيوشن يماراتشو ملكام بارياوش كونو ملكام النتاتشو نجمر اللاتشو ونجلاتشو نكريب اللاتشو الله سبحانه وتعالى يتبكن نجو تشاتشننم انيانم ناتو تشاتشننم مباتو تشاتشننم بيسابو تشاتشننم عمانيوشنم هلو الله سبحانه وتعالى يتشال خير يامتالن الله ودريناتشن يملسن السن ملكام بارياوچ لسو ملكام تگاجيوچ الله سبحانه وتعالى يدرگن الله سبحانه وتعالى بسمانو تتقاميچ يدرگن الله خيرن هلو اسايتو يمنكتل شرن هلو اسايتون اسگنزبون يمنرق كفتنا كمصيبه كايمان ودقت كايمان وردت كسنان كالمكتل الله طبقون سنان تكتايوچ يدرگن بايماناچن يمنتنكرنا يمنموت بايماناچن لا يهونن يمنموت الله يدرگن موت يتصافن قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا الله يوسن بنجي منم نجر عندما يقطمن يتوقعنو يهن ما هو يسفلغال الله سبحانه وتعالى يمارن وانا وندمهتوچي مموت على مموتاتنا مموت هايقر طبيته منهون وچ منهون انموتالن ما يقرنو بمنم بزي ورشين يميون بليلا الله بكتبو مموتاتنا يقر تلكو طياقي لاخر ازجاجنو سنك مندنو الله في تسنقوم من ستقوم ألس يزقاجنو سنك من دنو يهين قوم بلين معسب ما يت ينو ربنا الله سبحانه وتعالى يتبكا فأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله تبارك وتعالى أن يدفع هذا الوباء عن المسلمين عامة وعن بلدنا هذا خاصة وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وأن يحفظنا بالإسلام نائمين وأن يحفظ علينا صحة أبداننا وسعة أرزاقنا وتمام إيماننا وكمال يقيننا وأن يتولانا بولايته ويرعانا برعايته والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته